بسم الله الرحمن الرحيم. كثير من الناس فلسفتهم اليوم فلسفة إبليسية والعياذ بالله. تصنيو ذا نكونسر منطقة ونتا أنا خير منه. نمشي تجي خصايا ديري غبيل ما يمدين غير أنت. نمشي غيقيم نخرجو عاسيني ما يمدين غيقيم أنت. نمشي غيقعد نخل منبرني ما يمدين غيقعد أنت. نمشي غيلفن غل محربني ما يمدين غيلف أنت. نمشي غير ندير الوظيفة ما يمدين صغير أنت. نمشي غير ندير خيالني ما يمدين صغير أنت. نشخي عالزايس نشخي عالزايس هذه هي فلسفة إبليس. أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. إن ربي سبحانه وتعالى يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ يجوب إبليس قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. إن ربي سبحانه وتعالى قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. توريد من أول معصية هي ذا الحسد. أتنسخ الموت أول معصية تكبت على وجه البسيطة هي الحسد. ماني بني آدم ثروة آدم عليه السلام من الجنين غوماس لأنه يحسديه يحسديه. واتلو عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. صار يبقى من دين قالوا متغير الذي جل القصة تمقرت سنين سن قد من الصدقة من رب سبحانه وتعالى. إجن عمد إلى أجود ما عنده فقدمه قربانا لله عز وجل. لم يحزن من غزل بوغرانت ونظني روح غالفرية غامين غاسي زايد غامين من ويحرين غاسي جندل يقدمه الصدقة. لذلك قرن رب سبحانه وتعالى خمد غنت سنتصدق ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه. يقبل رب سبحانه وتعالى الأجود من تلك الصدقات. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا يقال النبي صلى الله عليه وسلم. نميزي سيقبل رب سبحانه وتعالى ونظني ويكبر ويعظي أخسي كارم ربي مزيس يقبر أزيس يقبر انتلف حسده فقتله. لذلك لا تستغربوا يمكن أشي حسد بنادم خل عمره جتب يمكن أشي حسد خرحيج توقع رجلك يكتبش ربي سبحانه وتعالى سكوى سنة حجد ونظن الله مين مين تتغيك سنش وذيك السنشاء الذي يتحالف مع شياطين الإنس والجن باش يغدر. لذلك أيها الأحبة في الله حين أقول لكم الحسد رأس كل داء وبداية كل بلاء اعلموا هذا يقينا واسمعوه من فم المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم والحديث يرويه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه إن النبي صلى الله عليه وسلم كيقول لنا سيد النبي الحبيب ديالنا صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا يقول قالها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. ثم قال الحبيب صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. فهموا مع إحباب الكرام هذه الكلمات النيرات التي تصدر من مشكاة النبوة من مشكاة الحبيب صلى الله عليه وسلم. أنا أعلم يقينا أنكم قد سمعتم هذا الحديث مرارا سريم الحديث يتصمون ولكن أود أن نفهم من زيس يزن النبي صلى الله عليه وسلم من زين يزن الشيء. أحباب الكرام يقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ثم إذا دوان اسم مجموعة من الذنوب ذي الآثام مجموعة لعوجاجات مجموعة المستنقعات الخبيثة من مديب ذا النبي صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ذكم زوا. يقول أهل العلم ليس صدفة أن يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في منهياته بالحسد لأن لا ذنتا لا الناهية والنهي هنا للتحريم. وجب صدفة أن النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ لا تحاسدوا. ما يمي قال أهل العلم لأنه الداء النفسي الخطير والباعث للمرء على ارتكاب الإثم الكبير.
يبدأ زي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ما ريوض الإنسان يحسد، إلى وصل الإنسان أنه ولا محساد استنى منه يدير كل شيء، توقع زي أي شيء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم إن لا تحاسدوا ولا تناجشوا، والنجش قيل أنه في البيع وقيل أنه في غير ذلك، ولا تباغضوا زيد، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقارن قبل المرية وبيحسب أشيشة سيبغضك يخمنش غيشة وغاد يتارسوا غنبو وغاد يرسوا عروة ولا تدابروا زيد، ولا يبع بعضكم على بيع بعض. رجل زيس كورسي زقوم حساب، رجل زيس أشي يقدر التجارة حكياني حكي السنقش أشي يزيد التجارة هذه كورشي، لأن الطريقة يدانك لا يبع أحدكم على بيع بعض. مين تقصتيني أن يجني الصاغ نغي زنوزة يصافي يتفقى كذو النظرين غادي ينقزو النظرين غادي سيني غا راح بغارش تخرج سقل وغادي تقراو محساب راح بغارش تحسب غنش سقل زي ما نداش يحسب نتاي في الدار يسخد سيري تنغد توصي نغد تراخي نغد تومو بين نغد حوري في الدار ديس سخدا هادي يسو النظرين غا سيني راح بغاري روح حارس ليش تخرج سقدا. هذا هو بيعه، البيع على بيع بعض والشراء على شراء بعض، هذا حرام في ديننا. كأن النبي صلى الله عليه وسلم قرن قد تباع دينا دي خدمنا دينا وهنت تقني لا يحسدني لو نشغي حسدن دي التجارة لو نشغي حسدن خني عمد الشكشة ربي سبحانه وتعالى. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وكونوا عباد الله إخوانا، يعني قمرت قمام وقمرت يوم رح سد يوم رب غدهم في مسرينا قوات تيرين بالتومة نيشان بعد في مسرينا باش تيرين بالتومة، حيدوا لهادشي باش تكونوا خوت في الدين، لأن الأخوة الإيمانية والأخوة الدينية أدوم من أخوة النسب. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه، يوم حسد ماشي ظلم، نعم ماشي ظلم، سيظلمك كن على يقين إن لم يتوب إلى الله عز وجل، ولا يخذله، أم حسد سيخذلك إنها غتوضيد وشعبتك بل حكي يضحش باش بلا ذا شفاح، بل مرا يقع عشان المصيبة سيفرح بها سيخذلك. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحقره وهي السعقارشاء. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا ترت مرات. ثم إن بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. أيها الأحبة الأفاضل، مر من تورم ذي الدنيا أن المعاصي جلها والسواد الأعظم منها مبدأها من الحسد، البداية نصدر حسد. وإلا أحباب الكرام كما أسلفت من يستيوضن إبليس غا الكفر، من يستيوضن رمي كفار يزر خص ربي سبحانه وتعالى وطرده من رحمته ولعنه والجدر حسد، من يستوضن ثروة آدم عليه السلام أنه قتل أخاه الجنين غوماس، من يستوضن ديني ذر حسد. أحباب الكرام، بل أحباب الكرام، ما الذي دفع بإخوة يوسف إلى أن يفعلوا ما فعلوه بأخيهم إلا الحسد؟ من يجينا يتمسن يوسف يشتر وننبي طر يعقوب عليه السلام أولاد نبي يوسف وإخوته أبناء نبي، فما الذي دفع بإخوة يوسف إلى أن يفعلوا كل ما قصه علينا الله عز وجل في سورة يوسف؟ فيهم ما خسك مرت كافي سني تمارني أضيوض ببسنا ذي الضاغر أضيوض ذي نصفرقك ذميس مهني السيوض ديني ذي رحسب. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. يوسف عز خببت نكتاز زينغ ذواني تيقي من الشعاستي مستيذكور، هذا الذي سرب إلى قلوبهم هذا المرض أنهم قد رأوا بفهمهم المغلوط وبجهلهم لحقائق الأمور أن يوسف أحب إلى أبيه منه يمين دسغانك. فما الحل؟ مين غانك باش نسخسيهم السن غانغي جان ذكور؟ قالوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. أنغت اكست زكبري أنضعت نشان الجوب تلفت إني ذا سبب فقي الشهوشن ولا حول ولا قوة إلا بالله. يوم بعد توب شهرهم شهر توب وشهر ندمم ويجن العدد يقاسر فكرة يا ثاني دا أتي أرتيك ومن بعد هذا الشيء وشهر توب يوجد ترت شهر نغلا بع شهر وشهر توب أنا خدم غير حاجة يوجد ترت شهر يوجد ترت شهر توب هذا سبع عدد. لا إله إلا الله محمد رسول الله.
ماني هني يسيوض الحسد نسن يسيوض يسن في كندا غنومات سن لذلك اني غومر حسد يسكوض يسكوض غجرين هم قرانين ايها الاحبه في الله هذا من رجل حشد بل ما الذي جر قريش ما الذي جر قريش الى الكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم وعدم اتباعه وهو نبي منهم قع اذين هذا سنين يقصص بحار يمديوس النبي من العرب وليس من بني اسرائيل ولكن قريش العرب ما يمغكفان ما يمغينا اتبع عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعرفون صدقه وحسبه ونسبه وامانته ما يمي ذر حسب رحسب لانه تغين تقبر يخني حسن بنو هاشم حسن بنو هاشم ميم تغيفغ النبي ميم تغيفغ النبي زيد تصير تنسن ميم تغيفغ زي العائله نسن لذلك ما راكش نمشي فقد شان المهندس شان القاضي شان المحامي شان الخطيب شان شان راجت 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 من ضعاف الايمان راجت ممن تسرب الى قلوبهم هذا الداء راجا شي حسد خمشني نجحن راجا شي حسد خيتشني نجحن راجا شي حسد خويا وني نمشي من عنا بريد رجت رجت ليس بالغريب وليس ببدعة أن الإنسان سيتعرض للحسد من أجل دين ومن أجل صلاح ومن أجل فلاح أبو جهل كان ذات مرة جالسا مع ابن أخته أبو جهل قميج مراك للميسو متشماس فقال له يا خال لتسقسه الميسو متشماس بجي تسلم القضية من دايس الناس يا خال ما بالكم لا يا خال ميختي تسقسا هل كنتم تتهمون محمدا بالكذب قبل أن يقول ما قال محمد صلى الله عليه وسلم تغط غاوم ضوي خارقا تغط غاوم خارق يتصرف في خارقا وشاهدوا قيمة الظلام شو الثقم من سن أبو جهل الناس يا ابن أختي والله ويججا لقد كان فينا محمد وهو شاب يدعى بالصادق الأمين محمد ذاين غش المعروف غانر غوى عربنا مرة أنه كان الصادق الأمين عما سوى يسخرق وعما سوى يخذع عما سوى يخون عما سوى يغش الصادق الأمين توسز غريبة يمي سوماس وهو المسور بن مخرمة توسز غريبة الناس فما لكم لا تتبعونه مين مو التضفيع مين مو زيستو مينم علاش ما تبعتوش علاش ما امنتوش بيه علاش ما درتوش بكلامه ملي نتوما عارفين باللي ما كيكذبش واللي هذا الشيء اللي جاي بيه صدق في صدق فقال ابو جهل يا ابن اختي تنازعنا نحن وبنو هاشم من الشرف نشين تقبيت تقبيت النس تصير تصير تمس تغامر انت معانا دكوين جارنا كل واحد كيعاند الاخر ان اطعموا اطعمنا وان سقوا سقينا وان اجاروا اجرنا من تقيل نتقيل شن نمشي نتنسان غاسن سون حجج رمشي نتنسان سور الجوار حما نخشى حد رمشي نحما الناس ابو جهل حتى اذا تجاتينا على الركب رمي كيسن مقودة نستوى كيسن اي استوينا معهم في الشرف وكنا كفرسي رهان صفي المقودة قالوا منا نبي فمتى ندرك مثل ذلك انا ما كيس المقود وسين دنا نش الشنقه يفقد الزين غ النبي نشي نسني لا عماس الزين غدي يفقد النبي ما مش غنقاس نتبع نشي اذا مين دين ندر حسد ذر حسد احبابي الكرام ايها الاحبه الافاضل كما اسلفت لو بحثنا عما يحدث بين الاقارب وزوج جامن جوزوز وزوج جا فاميليا أوزوز ذي الغيبة نيذ النميمات السب ذل عند المحاكم أوزوز ابحثوا عما يحدث بين الأقارب ابحثوا عما يحدث بين العاملين في ديوان واحد ومحل واحد وإدارة واحدة أوزوز سقسة ما مش نساي الجن يكري حفاي ونظني خدما جميع نهنتي الجن حفاي ونظني ذي الإدارة جميع نهنتي الجن حفاي ونظني ذي التعليم جميع الجن حفاي ونظني ذي التربة السنين الجن حفاي ونظني ذي الخطبة السنين الجن حفاي ونظني ذي العمال السنين الجن حفاي ونظني مش تمسى مش تمسى أوزوز ابحثوا ابحثوا عن هذا أحباب الكرام ابحثوا عما يحدث بين الجيران أوزوز ما يمي ذوق على العداوة ذي القطيعة بين الجيران والأحباب والأقارب أوزوز ما يمي توقي توقي على الهجر ذي الخصام
وزوز ميمي توقع القيل والقال، وزوز ميمي توقع انتيرا ديال الانترنيت كوريجني تاريخ ونظني، وزوز ميمي نكر نوجد نفضح الجن ونظني. كل هذا مرات وزوز خاص مارة أتفت السبب نصدر أحسن رحسن. أحبابي الكرام، السبب الحقيقي لمعظم والسواد الأعظم من هذه الحوادث والذنوب سببها هو الحسد. أيها الأحبة في الله، ليعلم كل حاسد أبي السن كوري الجن يتوارد كخنس الحسد، يتوارد كخنس ذم حساد، والتاسي دار بوا يتيري لذي الجن الزين غزيسن، التاسي دار بوا يتيري الزيسن وكين غتيري. ليعلم كل حاسد أنه يرتكب أفضع جرم وأوسخ فعل وأشنع وأبشع معصية. هذه السنقة غير أن غشي نقع عادي عادي معليش، لا قوى ذي نبوشن الجريمة أمش نو ثانيته، وذي نبوشن المعصية أمش نو ثانيته. ما يمي يكفي هذا، يكفي هذا الحاسد الحاقد، يكفيه عارا وشنارا أنه يعترض على الله في قسمته. قلت يا محسد وجد العدو نشك نغذر عدو ينونش نغذر عدو. لا 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 لا، عدو تلك النعمة التي أنت فيها. أنت وجارز ذكي ذي والو، وجارز ذكيك والو، وجارز ذكوي الوالو، وجارز أنت مي إسحاق ذي النعمة اللي غاكي تجن تمو بين اللي غاكي تجن ما غاكيش تمو بين شكرا فقيت تمو بين ما زجتكاش تمو بين ها؟ ما يمشي كي غير تحان تي نوت وغتخدم الغاري نهار تقل المحل وحدك، إذا نوت وغتسخر الغاري نهار تقل الجهة النش، إذا نوت وغتشاري الغاري نهار تقل الداه النش، إذا نوت وغتشد والو نهار يدور غاك الشام، إذا نوت باباش تغيزنو زاتين تين 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 وهيشك ما يمي غتقل لاباس. إذا هو عدو النعمة، النعمة اللي ما نزت كاوتي دي تاوين، النعمة اللي سكتي ربي سبحانه وتعالى. إذا أنا محسن وأني تدرع عدون ربي، ذرع ذون ربي يتعترض قصيدة ربي مرني غو شيء جزين غنى ناس قال شك تعترض قصيدة ربي هذا سيني أنا لطيف نش نش تعترض قصيدة ربي أسيني نش أنت مغاص شم تعترض قصيدة ربي نش تعترض قصيدة ربي مرني غو ما قادين نيز جم سر من ويتعترض قصيدة ربي ذي هني ماني سبو هرية. شكون هاد الحمق وشكون هاد قليل الإيمان الذي يعترض على الله عز وجل؟ هؤلاء أحبابي الكرام هم الذين قال عنهم الله عز وجل أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. إن يحسدن عباد الله النعم ذسني وشرب ربي سبحانه وتعالى. يقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كما ذكر عنه الإمام القرطبي وغيره من العلماء لا تعادوا نعم الله وتعادش بربي ذن نعم ربي. قيل له ومن يعادي نعم الله من يسبو هرية من يسقل الإيمان من يسقل الورع يتعادى ربي يتعادى النعم ربي أشكون هذا اللي غادي يعادي النعم دي الله عز وجل؟ قال الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. يقول الله تعالى في بعض الكتب وهذا من كلام عبد الله بن مسعود يقول الله تعالى في بعض الكتب الحسود عدو نعمتي متسخط لقضائي غير راض بقسمتي. أم حسد أنت؟ أقشر ذرع دون النعمة. لذلك لله ضر القائل حين قال ألا قل لمن كان لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب أسأت على الله في فعله إذ أنت لم ترضى لي ما وهب. إن يسيوني ذي يحسدن ما تسند وتعاديد ما تسند وتقلد الأدب ما تسند وتقيد رعيب واتجيبو كيذي تقيد رعيبك ربي لأنه وطاضيد وتقبير من يكشى ربي ما لا يكشى صغاه ميجة الصبح وها يكشى صغاه يرسي الصبح يستند يستيور وها يكشى صغاه يشري الصبح يستند يويو وها يستند ياض وها. سيحسد سيحسد أحبابي الكرام. أيها الأحبة الأفاضل، هذه الصفة هذه الصفة ليست من صفات أهل الإيمان وليست من صفات أهل الورع ولا أهل التقى الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. هذه وصف الله عز وجل بها أهل الكفر وأهل الضلال. وإن كانت الآية قد نزلت في اليهود إلا أن جمهور الأصوليين يقولون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما أخرج ذلك الإمام النسائي بسند حسن ويروي الحديث أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه لا يجتمعان في النار مسلم قتل كافرا ثم سدد وقارب ولا يجتمعان في جوف مؤمن عبد في جوف مؤمن غبار في سبيل الله وفيح جهنم الشاهد بوزي الحديث ولا يجتمعان في قلب عبد الإيمان والحسد. الله أكبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم واتمونا ما عمرهم يجتمعوا عما سدمونا ذكورن بنادم الإيمان ذر حسد يعني غرض في الحسد يتفق الإيمان غرض في الإيمان يتفق الحسد يعني الإنسان يحسن وخا غير قيمة طنطون جد وقشد المؤمن قشد المؤمن قشد المؤمن يدندون وها يتعزى يرنس وها الإيمان يا إما وهذه شقع يا إما ذا غنبو بنت سينفت وها. فلذلك أدنى الربا القومي لو مني غقى الأمراض خطيرة ومنو مني غقى الحسد ذا الجف المعاصي مرق فعلا. هذا مما قد استنتج من خلال استقراء النصوص والواقع من طرف العلماء وليس من كيسي. أيها الأحبة الأفاضل، المؤمن لم يؤمر بالحسد، المؤمن شأنه ليس شأن غير المسلمين، المؤمن قلبه نقي طاهر مخموم القلب. استقسم النبي صلى الله عليه وسلم ما مخموم القلب؟ قال التقي النقي الذي ليس في قلبه غل ولا حقد ولا حسد، أو كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم المؤمن يمتثل أمر الله عز وجل الذي قال له في كتابه ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. أم إذا غيوم رب سبحانه وتعالى وإذا غيني بسحاق ثورة النوم أي حاث ما يمي غفرنش وغاريشة ما يمي غيك فرنش وقيرشة ما يمي غفمرشي جسن فرنشي جواز مريشة لا إن وشذي قيمنا ذن جردك مريب إنه يهدم يسحار راقي تشتعيد إن رب سبحانه وتعالى واسألوا الله من فضله. لذلك ذكر ابن كثير رحمه الله عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض قال ولا يتمنى الرجل فيقول ليت لو أن لي مال فلان وأهله. معليك غاري من معليك غاري من غاز وقرا معليك غاري التصير في غاس الجن ما شوا جيت منا وشيء الناس يا ربي وشيء شنو انت لا تذل الغبطة تذل الغبطة معليش يا ربي وشيء شنو فران معليش ولكن لا تيزو قرص معليك من غاسق غارين تزاد عمش من صغيك فلي بدا يصفق الكلام الكفري والعياذ بالله ايو من صغيك قصيده ربي تشيبون ونو غاتجيبو الخماس تشتي خرازين ونو غاتجيبو يمجل من يغسل يني وورا يعني يا ربي من ماذا استكشي ديوني من استكشي ديوني راه كشي دايرينش شدي قعدك ذرحي ذي هو باش تفذ النعمني والتيرين تغوني. ايها الاحبه الافاضل، قال ابن كثير رحمه الله معقبا على كلام ابن عباس قال وكذا قال محمد بن سيرين والحسن والضحاك وعطاء نحو ذلك وهو الظاهر من الآية. فأسأل الله جل في علاه أن يبصرنا بعيوبنا وأن يلهمنا مرشد أمورنا وأن يهدينا سبل السلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي العهد والوفاء وبعد. أيها الأحبة الأفاضل، هل تتصورون معي فداحة وفضاعة هذا الجرم وهذه المعصية؟ تصور الموقف ونتا يجني كشص ربي سبحانه وتعالى نعمة أذكارنش النعمة اللي وضعي الدار كله من غاسم التوالى يدي شوق الجبريل وهذا يضر الجن حاش من غقر لا أضشاهر من غاسي الجن هذا معترض على الله. أنا تخسيش تنظني شفايا سيوني حسن أنا تخسي أجيت عطار الخصي ضرب بوها لا إذا يسجن صفة من صفات المنافقين والعياذ بالله. لو استعرضت الناس كلهم ممن ينتسبون إلى الإسلام وقلت لكل واحد منهم أنت منافق والله ما رضي بها. أي واحد تروح تغاسل إذا تشكد المنافق ويكبر
ثني تسقاش كريك الطبيعة المنافقين ويكبر، حتى واحد ما كيرضاها على راسه، وحتى واحد ما كيقبلها على راسه أنه يكون منافق ولا فيه شي طبيعة ديال المنافقين. وهذه حقيقة أحبابي الكرام. الذي يحسد الناس على ما أتاهم الله من فضله، هذا فيه صفة من صفات المنافقين، لأن الله عز وجل كلم عن أهل النفاق ماذا قال عنهم؟ قال: وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم. هذه الذين المنافقين، إن الله عليم بذات الصدور. زد: إن تمسسكم حسنة تسؤهم، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، والعياذ بالله. نسأل الله المعافاة. المنافقين تقتديس إلى كان عندكم شي خير وصفت لكم الله عز وجل شي خير، يستزيد خوشان خان ربي سبحانه وتعالى، يمن خوم ربي الشان الخيرات، واسني تعجب برحال لا ويتيربو مليح، اللي يسير الحريق ورنسى دي هرش ويتطس، يمكن هذه قضاء تصدير ميزان ما يمي. إن تصبكم، إن تمسسكم حسنة تسؤهم. لذلك هؤلاء الذين يدندنون في الشرق والغرب بأن الإسلام والمسلمين كذا وكذا وكذا، إن في صدورهم إلا كبر، ذي محساب وها إن يزن بمسحن الإسلام سنجيت مواط، إن يزن بقضان خيمسر من يتهمونهم بكل تهمة ويصفونهم بكل وصف ويقدحون فيهم بأبشع ما يمكن أن يقدح الرجل في الآخر أو الإنسان في الآخر، ما هذا إلا تعبير عما تكنه صدورهم من الحسد لهذه الأمة. حسدن كنيو حسدن كنيو حسدن كنيو إلا تربي سبحانه وتعالى. ود الذين كفروا من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، نهار ما ردوا من الكفة، نهار ما رد زنزم الدينهم، نهار ما رد طعنهم ذي السنة ننبلهم، نهار ما رد برعهم ذي النبلهم، هذا هو من يكنيو ذا حباب النار. كنيو كنز استراتيجي، كنيو وهذه المهم من تكنيو يوضن، ولكن من ترفقهم لا إله إلا الله محمد رسول الله شاهن كنيو حسدن كنيو إياكم أن تغتروا، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، رب سبحانه وتعالى إن خسم خيم حسدنا، إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. قال أهل العلم: وهذا الفرح شماتة، فرحت أني مرهق في الشر المصيبة فرحا، إلا شدك غير حريق الراس يفرح لك، إلا خسرت في التجارة يفرح لك، إلا مرضت يفرح لك، ما يمي شماتة يزريك يزو أذي شمت إتبار رفقوس النس. والحسد قال أهل العلم: والحسد والشماتة يتلازمان. مونن مونن رحسد ذي الشماتة غاتا في شين الجنس كنسر من توقع الشن أشينا مني خارس السن ذي اللون ذا محسد، غاتا في شين الجنس العلماء إن يمسر من يوضع أذيك كامل لا علم له ولا دين ولا ورع أشينا مني خارس وذا محسد وذا محسد، أذ كان ذو الغنيم سرما شرقا وغربا يقتلون النساء والأطفال ويغتصبون النساء ويرملونهن، ثم نذكى يجن بأي صفة كان أشين مني خرس ولا محسن، لأنه يجن ذي الجن ذي أرضي أمة الإسلام أتي تقتل ولا تغتصب نساؤها ولا ينكل بأطفالها ولا شيوخها ولا أن تغتصب أراضيها، ونذكى كان ذا شين فلسطينيين مني خرس ذا محسن كسيت صح ما يمينا تربي. وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، فمهما أصابت عدوه بلية فرح بها وظنها مكافأة له من جهة الله عز وجل. أول ثين شد شين أقش فقد كيس أقش خد زيت سيدا بيتزري أقش فقد كيس دعوهينو أقش زري أقش ضغيه وكتفين سيدا ربي زريب أقش دغيا شنين أقش دغيا تفغ دي بنادم مين دغا يفغن أموح مين دغا يفغن بالله عليه. كل شيء مقدر بقدر الله عز وجل، خلق كل شيء فقدره تقديرا، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، يقرب سبحانه وتعالى.
أيها الأحبة الأفاضل، يمكن هذه السقسة شين جن زينب أذيني رحس ذوانيتا إذي توين قع الجريمة، إذي توين قع الهراشتا، إذي توين قع المصائبين، إيستك وذن ومسين غوماس، إيستك وذن بنذن ملعون من رحمة، مطرود من رحمة الله عز وجل، إيستك وذ غالكفر، إيستك وذ مين يعنى رحس ذوانيتا؟ مين يعنى؟ ما مشي تيري ذكور، ما مشي تقيل هاخ بنذن، مين عننت العلامة النس؟ مين عننت الأمارات النس؟ مين عننت الأسباب النس باش اسم تنبعد؟ مين عناد؟ مين عناد دوان النس مراش الجنس زين غقتي دايس مش خيكة ديس قلفة يخف النس دي عال جور النس الزايس. أحبابي الكرام، هذه كلها أسئلة. مين يعنى الحسد؟ مين عناد العلامة النس؟ مين عناد الأسباب النس؟ مين عناد دوان النس؟ ظني غنزال جمعة دي كان كتب الله اللقاء والبقاء، فأسأل الله عز وجل أن يعصمنا من الزلل والخطر، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يستعملنا وأن لا يستبدلنا، ويستخرج منا ما يرضيه عنا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا وتجاوز عن سيئاتنا وأخطائنا يا ربنا، واكفنا ما أهمنا بما شئت وكيف ما شئت بمنك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من الراشدين، اللهم اجعلنا هداة المهتدين لا ضالين ولا مضلين بمنك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وارض اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وارض اللهم على الخلفاء الراشدين ذوي القدر العلي والفخر الجلي سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن باقي الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اللهم احشرنا في زمرتهم ولا تخالف بنا عن نهجهم وطريقتهم يا أكرم المسؤول ويا خير مأمول أمير المؤمنين ملك محمد السادس. اللهم أره الحق حقا رزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا رزقه اجتنابه، واجعله اللهم من الراشدين، اللهم اجعله في خير البلاد والعباد، واجعله عونا على الحق وضدا على الفساد، اللهم اجعله رحمة على المؤمنين وبالا وسخطا على الفاسقين الفاجرين، اللهم اجعله بردا وسلاما على المؤمنين المتقين، واجعله نارا تلظى على الطغاة والجبابرة اجمعين يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا يا ربنا، اللهم اغفر لنا ولإخواننا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأشياخنا ولقرابتنا ولمن علمنا ولمن له الفضل علينا. اللهم يا رب اغفر لكل عاصم منا واهد كل ضال من أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلحنا وأصلح زوجاتنا وأصلح أبناءنا وأبناء المسلمين عامة. اللهم يا رب أقر أعيننا بصلاح أولادنا وإخواننا وزوجاتنا يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل اللهم الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظنا في بلدنا واجعله سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا في ديننا ووطننا بخير فوفقه إليه، ومن أرادنا في ديننا وبلدنا بشر فاجعل تدبيره وتدميره ورد كيده في نحره.